مرحبا فيكم بحلقة جديدة وبقصة جديدة من حكاية مهاجر مع حنان. بحلقة اليوم راح أحكي لكم عن قصة سيدة فلسطينية رائعة جدا 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 جدا. ما تنسوا أنه أنا راح أحكي بلسان صاحبة القصة. صاحبة القصة حكت: أنا سيدة فلسطينية إجيت على كندا قبل 14 سنة. قبل 3 سنوات انتقلت لمقاطعتي الحالية. أول ما وصلت عند رأس السنة، فقررت ثاني يوم من وصولي أني أنزل على المول لأغير جو وأتعرف على المدينة. فعلا نزلت، وحتى بتذكر وقتها أنه ما كان لسه عنا سيارة، فأنا أخذت تاكسي ورحت على المول. وبس وصلت على المول اتعرفت على عدد من السيدات، حكيت لهم شو رأيكم نتعرف على بعض ونقعد نشرب قهوة، ووافقوا. احنا من دردش سألتهم انتوا بتعرفوا بعض؟ حكوا لي لا. سألتهم سؤال ثاني: يا صبايا، في اي جروب على الفيسبوك بضم الجالية كنساء يعني بالجالية؟ حكولي لا ما في هيك جروب. أنا قبل ما أشوف الصبايا كنت بسأل حالي كتير أسئلة، كنت بحكي أنا ليه جيت لهون؟ أنا شو دوري بهالمجتمع؟ أنا شو بقدر أعمل لأفيد جاليتي، خصوصا أني أنا إنسانة بحب أكون متطوعة نشطة وفعالة بأي مكان بكون موجودة فيه. لهيك بعد ما حكيت مع الصبايا قررت أفتح جروب الفيسبوك الأول على مستوى المقاطعة اللي بضم صبايا المقاطعة. بهاي المجموعة إحنا تجمعنا من كافة المناطق في المقاطعة، سيدات من كافة الأقطار العربية، لنتشارك الأخبار الاجتماعية. كانت مفرحة أم محسنة، لنساعد بعض ونوقف مع بعض بالأفراح والأتراح، لنكون مثل ما وصانا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الشريف: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الحمد لله بهاي المجموعة احنا صرنا عيلة كبيرة. بهاي العيلة احنا عم بنخفف هموم ومتاعب الغربة عن بعض، وبننشر التفاؤل والسعادة بين سيدات الجالية. الحمد لله احنا كمان ساعدنا المشاريع الصغيرة انها تنعرف بين سيدات الجالية. في مشاريع صغيرة بلشت من عنا وكبرت واشتملت لكل كندا. بعد فترة من انطلاق الجروب قررت عمل لقاءات شهرية لسيدات الجالية. بهاي اللقاءات احنا بنتجمع عشان نقوم بنشاط معين. مثلا ممكن يكون النشاط رياضي، فنروح احنا نتمشى مثلا بحديقة، او مثلا نروح نقعد بالحديقة، وممكن نحكي للسيدات انهم يجيبوا معاهم طبق اكل ونتجمع ونقعد مع بعض. او كمان ممكن يكون انه نروح على مكان نستجم فيه، او يكون الاكتيفيتي هاد او النشاط عبارة عن انه نروح على مطعم عربي. هون أنا كانت فكرتي إنه أنا أختار مطعم عربي عشان نعرف سيدات الجالية بالمطاعم العربية، وهيك ما بيكون التجمع بس هدفه إنه إحنا نتعرف على بعض، لا كمان ندعم بعض. بهاي التجمعات إحنا تعرفنا على بعض، تبادلنا الخبرات، إحنا كمان عرفنا بعض على أماكن حلوة للتجمع. طبعا ما
ما كان من السهل تنظيم هاي اللقاءات الشهرية، لكن لما يكون هدف الإنسان العمل بوصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، فبالتأكيد كل الأشياء الصعبة بتهون. بس لقيت إنه الجارية عم بتواجه مشكلة كبيرة كتير للتعرف على بعض بهدف الزواج وإيجاد الشريك المناسب في الغربة، ولأني أنا أؤمن إيمان تام بإنه الزواج أحد مقاصد الدين، فتحت مجموعة بالفيسبوك مخصصة للأمهات والصبايا للمساعدة مساعدة المقبلين على الزواج لإيجاد الشريك المناسب من داخل كندا. الحمد لله هاي الجروب مش بس ساعد الصبايا والشباب الموجودين بمقاطعتي، لا كمان هو ساعد أشخاص كتير من برا المقاطعة، والحمد لله إنه تم إعلان أكثر من 16 كوبل من حالات خطبة زواج كتب كتاب ولله الحمد. حبيت أحكي قصتي عشان أعطي دافع للناس إنها تدور على نقاط القوة والمميزات اللي ربنا زرعها جواهم. كل إنسان منا ربنا زرع جواه ميزة وقوة، ما هاي الميزة بتقدر تساعد المجتمع، مساعدة الناس مساعدة المجتمع إلها ثواب كبير كتير. الإشي اللي ما في شك فيه إنه الواحد أكيد بيتعرض لكثير من المعوقات، عشان هيك تجاهلوها، عن جد حاولوا تتجاهلوها واستمروا بعمل الخير، وجددوا دائما النية إنه يكون العمل خالص لوجه الله. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. أنا كحنان بس عملت هذا اللقاء، تعلمت إنه الخير ممكن تعمله بأشياء كتير بسيطة. هاي السيدة رائعة جدا 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 جدا، عطتنا مثال واقعي وحي إنه الخير ما بده إشي غير إنه أنت تسعى لعمل الخير. وهيك انتهت حلقتنا لهذا الأسبوع، كانت معكم حنان القدرة من البرنامج الأسبوعي حكاية مهاجر مع حنان التابع لقناة المهاجرين العرب. نلقاكم بإذن الله الأسبوع القادم بحلقة جديدة وبقصة جديدة.